القناة اللي جيت عندها اليوم في باش خواوني بالتريس يعني خرجوني تشافوني انسان لي في الاهانات رحت لذيك دركا اسم القائد تاعنا تاع الناحيه قال لي دركا حبسوا لي الكونترا قال لي اسمع حتى تريق الكواغطك ودير لقب باش نعاود نديرك اسمع كان نطلب من وزارة التضامن تحل هذا المشكل درك انا يا القاضي داير لي ورقه هيايا داير لي هذه ورقه زعما زعكوني صاي زعكوني من المركز ما عنديش اقامه بدون اقامه شرعيه كيف درك نطلب من الوزاره تحل هذا المشكل انايا هذا المدير النشاط الاجتماعي يذكر فيا تاع ولايه تمنراست تسمى انايا دركتي الجوج تيدير لي هذا الاخر عاود رحت للوزاره الوزاره داروا تعليما للمدير النشاط الاجتماعي ولي ولايه تمنراست تيداروا له تعليمه قالوا له باش تخلي تفرق خلوني تما مش ما خلونيش واش ولاو يديروا لي ولاو يديروا لي في التهديدات يضربوني ومكويني عندي الكويان واني مدير عمليه على راسي باللي مرضت خطره هبلت مرض عقلي والحمد لله عاود داويت